هل بدأت فعلا تحبين القط الأسود؟ وما الذي فاجأك آليا؟ لأنك لطالما كنت طوال الوقت مجنونة بإدريان. إدريان أجل، لكن لقد كان حب إدريان أكثر فكرة سيئة. اسمعي، بسبب إدريان سرق مونارك مني جميع الميراكلس. حب القط الأسود فكرة جيدة. القط الأسود لطيف وغني يعتمد عليه. حسه الفكاهي أقل ثقلا من قبل. إنه رائع وهو يحبني. إن الأمر مثالي. لكنه يحب الدعسوقة. ولكن هذا يعني أن الأمر ذاته. هو لا يعرف هذا ولا تستطيعين إخباره. لقد وجدت لنفسك حبا جديدا مباشرة بعد أن بدأ إدريان يهتم بك. هل هذه صدفة؟ لا، ألست تهربين من مشاعرك الحقيقية؟ لا، أنا لا أهرب من أي شيء على الإطلاق. والآن سأذهب إلى المدرسة ولا أريد أن أتأخر. في السابعة صباحا. تماما، كي لا أتأخر. في الساعة السابعة مثالية. تدا، حب جديد، هوايات جديدة، فقط لكي أظهر أني محقة بحب القط الأسود. وقد غادرت بالبيجامة. مارينيت. مارينيت. تتكلم عنها دوما. ماذا عن الدسوقة؟ هل ستهجرها كقشة الجبن؟ لا بلاك، إنها رائعة ولكنها لا تحبني، ولهذا سأدعوها تختار الجبن الذي تحبه دون أن أضغط عليها. وماذا لو لم تكن مارينيت تحبك؟ ربما، ولكن سأسألها أولا. اختبئ يا بلاك. إنه لمن الجيد رؤيتك بمزاج جيد كهذا. أتريد الموز على البانكيك؟ بالطبع، أقصد بابا. إدريان ستتأخر. إدريان، غابرييل، عليك أن تعرف أن ابنك يفضل الكعكة العادية فقط. إدريان، لم ترد الموز بإمكانك إخباري. لا لا أمانع، أنا فقط كنت أفكر بتلك الفتاة التي لا تجبر نفسك على تناولها من أجل والدك. ليس كذلك، أنا ناتالي، ما رأيك بأن أقوم بالبانكيك خاصتك مع إدريان؟ خاصتي؟ نعم، البانكيك خاصتك. دعونا جميعا نتناول الفطور معا. ما رأيك إدريان؟ نعم، كعائلة. لأجل إدريان سأقوم بتناول الكعكة الخاصة بك سيدي. بما أننا عائلة يمكنك أن تناديني غابرييل. لماذا لا نتحدث معا إذن؟ ها؟ إدريان، حان الوقت لي الذهاب للمدرسة. أجل، حان وقت الذهاب. حقيبتي، سأتأخر. لا تجرع على فعل ذلك مشددا. لقد أتيت إلى هناك صائدة عناصر سحرية. لقد كنت حارستك وصديقتك وأكثر من هذا، ولكن هذا انتهى. كنت تفعل هذا من أجل حبك لإيميلي، لكنه الآن أصبح جنونا. أنا فقط باقية هنا لأحمي إدريان منك. لكن أقوم بكل هذا لأجل سعادة إدريان. سعادة إدريان بأن تعامله كابنك وتكون والدة. لن تستطيع إعادة إيميلي إلى الحياة. أرجوك تقبل هذا. لا لا تخدع نفسك، لقد رأيت التسجيلات التي تركتها. إيميلي تستحق أكثر بكثير مما تتخيلين، ولهذا قمنا بتدمير تلك التسجيلات القديمة. لقد فات الأوان للتراجع، ليس بعد ما حصل. لا، إن لم تساعديني بجعل الحلم يتحقق فلن أقدر أن أنقذ نفسي، ولن أقدر أن أنقذك أيضا. إن لم نقم بشيء ما، إدريان سيكون وحيدا قريبا. أرأيت خاتم ناتالي؟ أبي وهي يتناغمان بشكل جيد. خاتم، ما رأيك أن نعطي خاتما لمارينيت؟ لن تقوم بطلب زواجي منها. سيكون طلبا كبيرا كأول مرة. ربما علي أن أخبرها بمشاعري في العطلة أو أن أكتب لها قصيدة. ما رأيك بلاك؟ قصيدة لمارينيت؟ عزيزي، إن كتابة القصيدة لنحدد حبنا للجبن، ولكن للأسف مارينيت ليست جبنة. شكراً، لكني سأحتاج لنصيحة حقيقية. لا، لا يمكن لهذا أن يحدث. إيميلي،
أرجوك ناتالي، أعتمد عليك. أعلم أنه عنيد جدا وسيكون من الصعب منعه ألا يبحث عن المناكرس، لكن عليك أن تنجحي من أجل إدريان. سيحتاج لكلاكما. أريد منك أن تتعاملي معه كأم له. أنا آسفة، لقد فشلت، لكن وعدت أن أحصل على تلك الميراكولس قبله. لن أسمح له بإعادة إنشاء عالم من جنونه. تفضل ناتالي. كنت أتساءل، كل شيء بخير؟ نعم، لا تقلق بشأني. ماذا حدث إدريان؟ في الواقع أنا معجب بفتاة بالمدرسة ولا أعرف كيف سوف أقبلها بمشاعري، وأنا لا أعلم ما علي فعله. ماذا عنك؟ حبك الأول، ماذا فعلت وقتها؟ حسنا، أنا قضيت معظم شبابي باحثة عن التحف، والحب وقتها كان معقدا. ناتالي، ما حصل لأمي قد يحصل لك؟ لا لا، ليس كذلك. لا تقلق بشأن إدريان، فأنا بخير تماما. أسرع وإلا ستتأخر. أنا بخير، لا تقلق. إيميلي، لا أعلم ماذا أفعل، لا أعرف كيف أتصرف وحدي. لست وحيدا. ناتالي، قبل فترة طويلة وعدت أن أجلب لك كل العناصر السحرية، لكنني لم أحصل على ميراكولس الدعسوق والقط، وعلي أن أفي بوعدي. لا ناتالي، لقد خاطرت كثيرا مسبقا. حان الوقت لتخاطر بكل شيء. أصبني بالأكوما. مارينيت. إدريان خاصتي، أعني أي إدريان بخير؟ لا أعني أنك لست لي ولست بخير، أعني أنت بخير. إدريان، هل كل شيء على ما يرام؟ أجل أجل، بخير شكرا. لا أنا لست بخير أبدا، هناك شخص أهتم له مرض ولا أستطيع فعل له شيء. أشعر بأني عاجز. لا نستطيع القيام بأي شيء ملموسا لهم، لكن كوننا بقربهم يمكن أن يكون كافيا ليساعدهم. محقة كما أنت يا مارنيت، مجرد وجودك بجانبي يشعرني بالتحسن. دائما ما لديك الكلمات المناسبة. أنت مميزة مارنيت. أنا لست مميزة أو مختلفة على الإطلاق، أنا فقط أتحدث بطريقة غبية وأقول بأي شيء. أعذري سيدتي. أوه، يا له من اعتراف، لكنه كان فاشلا. هل تريد المضي قدما؟ حتى في وقت صعب كهذا تجعلني أبتسم. تلك الفتاة حقا رائعة. مكعب السكر، الوضع عفن أكثر من مخزون الاحتياطي من الجبن البري. حاملي يحب حاملتك. أوه، هذه أخبار ممتازة، أنت تعرف أنها تحبه. لا، الأمر كارثة حقا. وماذا سيحدث عندما يتعرفان بمشاعرهما لبعضهما؟ ها؟ سيخبرني بعضهما بكل شيء. أحبك، تحبني أنا دوسوق وتلقى الأسود وفض نهاية العالم. لا تقلقي بلاك، لن يحدث شيء. لقد قررت أن تهرب من مشاعرها الحقيقية لتعيش في حب مستحيل مع القط. يا فقط لا أتأكد يا مكعب السكر، هل تعلمين أن حاملي والقط الأسود هما ذات الشخص؟ أعلم، لكن ليس حاملتي. إذا قالت القط الأسود بحبها فبلا شك ستكتشف الأمر قريبا. لا تقلق، عندما تكون حاملتي واقعة في الحب فهي لا تصل لأي مكان، هي فقط تقوم بخياطة قبعة وتقوم بخطة لا يمكن تنفيذها. إذا كل شيء بخير. مونارك، أنا هي سفاري. كم من مرة فشلنا بسبب تركيزنا على الميراكولس، بينما عقبتنا الحقيقية يا حامليهم. سأقوم بصيدهم. أعطني القوة حتى لا أخسر أي فريسة على الإطلاق. بكل سرور يا سافاري. كالكي، قوة كيلي، رحلة أيتها الميجاكوما. فلتثق بي بقوة الشغف. زيجي، قوة كيلي، نقل. أوه،
يعقل أن تكون هناك صيادة بدون معداتها؟ إن شاء. تذكر يا سافاري، لا تستطيعين استعمال أكثر من 6 قوى معا. لن أقوم بنفس أخطائك يا جابرييل. دعنا نبدأ الصيد. سراب قوة الوهم. انذار ميكا كوما، انذار ميكا كوما. هيتها الدعسوقة والقط الأسود، أعطياني الميراكولاس وإلا سأفجر هذه الآثار وأجعلها كالغبار. وليس فايف الغبار من كل أثرها. إذا بقينا هنا سينتهي أمرنا بعصر آخر. لا تقلقوا، فليبقى الجميع هادئ في مكان. من المستحيل أن أعود إلى المنزل بسبب تلك الحاجة الوسمات بالدعسوقة. سأقابل القط الأسود مرة أخرى. ألا يجب أن تكوني قلقة من تايم تايجر؟ نعم بالطبع، فلنركز. تيكي وقت النقاش. تم إيجاد الهدف. هذا ما أسميه الوقوع في عرين الأسد. السم بح. لقد فقدناه. دعنا نبقى يا قديم، قد يظهر بأي فترة زمنية. أو ربما عرف أنه لا يستطيع القيام بشيء وعاد إلى زمنه. نعم أنت محق. دعنا نستمتع بكوننا أنهينا المهمة سريعا لنشاهد فيلما معا. أنت جادة يا دعسوقتي، فيلما معا؟ فيلما معا؟ هل قلت ذلك أنا؟ لا لست من هذا النوع. أوه ما الذي يحصلني؟ دعسوقتي القططية. هاي ليست تعبة. هل توقفت عن تتبعي؟ هذه مضايقة. احذر، المكان ليس آمنا. أنا آسف. حسناً، تلك السهام تتبعني وحدي. أهي تحبني أم ماذا؟ دعيني وشأني. قلبي ملك أحد بالفعل. أنا الشخص الخطأ، فنح لا يناسب بعضنا إطلاقاً. من الجيد أن هناك نسخة مني. ها هي رامية السهام. ناتالي. السم بح. سأعود لإنقاذك يا ناتالي. لا لا لا، هذا سيء، ليس وقته. إن كان بإمكانك الكلام كان بالتأكيد لديك خطة رائعة، لكني مجرد قط غبي بدونك. أنا آسف، فقد فشلت. القط الأسود تمت خسارته. كل شيء انتهى بخير إدريان. أذهبت السهام؟ لقد كان محتملا فقط بالقط الأسود، لكن يحبك كما أنت. حامي ومزودي بالجبن. بلاك ليس مضحكا. إن لم أستطع التحول إلى القط الأسود، كيف سوف نزيل الأكومة عن ناتالي؟ كيف سوف نزيل شلل الدعسوقة؟ رامية السهام تهتم بالقط الأسود؟ بدون زيكة تنقري سيبتعدون عنك. كسر ابتعدي عن الجبن في العلبة. لدي فكرة، سأستعير من أكتس الدعسوقة وسأزيل الشلل عنها. الآن. الهدف الدعسوقة تمت خسارته. لا تقلقي، مراكز الدعسوقة معي. القط الأسود؟ لا تخافي، لم أرى من أنت. ساعدني بلاك.
لا نستطيع التحول بسبب قوات الشريرات الخارقة. باستعمال سهامها ستجدنا في كل مرة. تستطيع إيجاد الدرسوق والقطة الأسود، لكن ليس القطة السوداء أو حتى الدرسوق، ولهذا سنتبادل. نحن نفكر بطريقة مشابهة أيها القط، ألا تظن؟ درسوقتي، بما أن دمج الملاكس يمنحنا أي يومية نريد، لما لا نستعملها لصالحنا؟ سنصلح كل ما هو خطأ. ستكون نهاية مونارك الحروب، الظلم، الأمراض، وسنتوقف عن القتال ونكون سعداء، صحيح؟ الأمر لا يسير هكذا. الإنشاء والدمار يجب أن يوازن أحدهما الآخر. لكل شيء تم إصلاحه، شيء آخر سيتدمر. عن كل شخص تم شفاؤه، أحد آخر سيمرض. وعن كل شرير تمت هزيمته، سيتم إنشاء شيء رهيب في مكان ما. لنتبادل الميراكلس. شكرا أيها القط. تيكي وكل قط. يبدو أن الخطة نجحت. الصيد لم ينتهي بعد مع سفاري. سراب! وهكذا أصبح الصياد هو الفريسة مستعدة. هذه البدلة الحمراء مع النقاب تناسبك جدا، تجعل عيناك تظهر. شكرا. زيكو يناسبك أنت أيضا، ولك علينا أن نذهب ولن سنتحول للفريسة مجددا. القطة السوداء؟ نعم، أنت محق. أي شيء عدا عن كوني الفريسة. حسنا، هذا يعتمد على من يريد أن يصطادنا. لكن ما الذي يحصل لي؟ أمسك شوك. أسقطية. كيف تمسكين ميجاكوما إن لم تكن موجودة؟ أمسكت بك أيتها الحشرة. هاي، لا تلمسي وجه درسوقي الجميل. لا تقلقي، سفاري ستصيب وجهك أيضا. هاي، هذا ضد قانون الفيزياء. تدميركم لمعداتي لا يعني تدمير قوتي، وهذه القوة تسمح لي بعدم فقدان هدفي على الإطلاق. أخبرتك أن السينما كانت فكرة جيدة. لدى زي تأثير غريب عليك. أعطياني الميراكلس. موناك هو الذي يريد الميراكلس، لكن أنت سفاري، ما الذي تريدينه؟ الأمر ذاته، الجميع يحلم برؤية أمنيته تتحقق. سفاري، ما الذي تحاولين فعله؟ هل يجب أن أخبرهم بالحقيقة؟ هذا ما ظننته، والآن لنصل لأمنيتي. لكن للأمنية ثمن. ليس لدي شيء أخسره. ربما يمكن أن تخسري نفسك وأن تخسري من تحبين أيضا، لكن على الأقل لابد أن هناك أحد يحبك. دمرنا كل معداتها. لم يكن أي منها مصابا بالأكل، كل ما تبقى هو زيها. صحيح، لم يتبقى إلا الغرض المصاب بالأكومة. ربما الغرض موجود من حيث جاءت. لا نعرف من هي. حسنا، في تلك الحالة تعويذة الحظ. زجاجة عطر. ماذا لو أن الغرض المصاب في منزل جابريال أغريست؟ ما الذي يجعلك تقول هذا؟ العطر جابريال أغريست. أليس منطقيا؟ هل علي أن أذكرك بعدد المرات التي أتيت بها بخطة غريبة، مسدس إشعاع، أوراق لعب، أو حتى صفارة؟ ألم تكن غريبة؟ والآن عليك أن تثقي بي. حسنا، بالطبع أثق بك، والآن اذهب، سأعتني بسفاري. الأمر لم ينتهي، ماذا يحدث لي اليوم؟ هاي، أنا وحدي لدي الحق للدفاع. لا مزيد من الشر يا ميجاكوما، وقت إزالة الشر.
أمسكتك. مع السلامة أيتها الفراشة. ميراكلس الدسوق. انتبهي سيدتي. أنت بخير؟ ناتالي، ما الذي حصل لك؟ أصابتها الأكوبة من مونارك. إجبار أحد هش البنية مثلها ليقوم بخططه. مونارك وحش، سيدفع ثمن هذا. ها؟ علينا الذهاب، ستكونين بخير. نعم، شكرا جزيلا. أحسنت أيها الدعسوق. ألم تنسي شيئا يا دعسوقتي؟ تحية وداع. إعادة الميراكلس. بالطبع، إنه تأثير بلاك، هذا واضح. وبعدها؟ أعدنا الميراكلس لبعضنا وانتهى كل شيء. ليس هذا ما أريد معرفته يا مارينات. أخبريني ما الذي جرى مع القط الأسود، أعني الدعسوق. أوه، لقد كان كثير واو ببدله الحمراء والسوداء. هل تصدقين؟ حتى أنني نجحت بدعوته إلى فيلم بدون أن أتلعثم. صحيح أن الوقت لم يكن مناسبا، لكن ما زال هذا. كل شيء أسهل مع القط الأسود. أستطيع إخباره بما لم أستطع أن أتشجع ليخبر إدريان على الإطلاق. وهو ماذا أجابك؟ لا شيء. هل يمكن تصديق الأمر؟ إنه يحبني كثيرا لدرجة أنه مستعد لإخفاء مشاعره تجاهي. أليس هذا رومانسيا؟ تفضل ادخل إدريان. أنا آسف، فقد أصبت بالأكومة بسببي. سألتك عن المرض دون أن أعرف أنك لم تقصد ذلك يا إدريان. أنت تعنين لي الكثير. حتى لو لم أقم بشيء من أجلك، سأكون هنا دائما لأجلك، دائما. أنا هنا موجودة لأجلك، ودائما سأبقى بجانبك. لذا لما لا تخبرني عن تلك الفتاة التي أعجبتك؟ ما الذي أردت معرفتها؟